ايوه نهى، علي وصل بالسلامه؟ الحمد لله جه. طب الحمد لله. بقولك يا تمام، اطمنتي على العيل؟ خلاص ارتحت؟ وريني مداخل كل البوابات. من حوالي 25 دقيقه كده. تصدق بالله لا اله الا الله وحقي لا اله الا الله انك صعبان علي. ليه يا عمري؟ علشان انت مضحوك عليك ودماغك مغسوله، حالك زي حال العيال اللي عندنا. بنفضل نكلمهم عن عودة الخلافة ونعيم الجنة وفضل الجهاد لحد ما يفجروا حالهم عشان احنا نستفيد، زي جماعتك بالضبط. بيكلموك عن الأمن والاستقرار وحب الوطن والواجب الوطني والولاء للحاكم عشان تموت زي الفطيسة وهم يستفيدوا. دي أختي، دي هي بالآخر إيه؟ مصالح يا هبال. طب صدق، انت اوسخ مما كنت اتخيل كتير. انا كنت فاكر ان انا جاي اقابل واحد متطرف بيتكلم في الدين بس دماغه بايظه. طلعت مجرم رخيص ابن وسخه. عايز تعرف بقى الفرق اللي بيننا وبينكم؟ انت بتدافع عن فكره وهميه قايمه على خراب بيقوم بيها ناس ما عندهاش لا بلد ولا دين. انما احنا بقى بندافع عن بلد، عن ناس، عن ارض. دي ما اسمهاش مصالح يا اهبل، اسمها كرامة. ودي حاجة صعبة عليك قوي تفهمها. أبو العز خلصوا. ما تخلص يا أبو العز. أنت مستعجل قوي كده ليه؟ ما تديني فرصة أكفر لك عن سيئاتك عشان أما أطلعك فوق تطلع نضيف. طب ما تفكني ونشوف مين فينا اللي هيطلع فوق الأول. ولا مراتك ما وحشتكش؟ دمه زي العسل. ايوه وقف هنا. الجراج بقى كده. طب اللي بقى خبط الراجل وجعتك؟ النسوان عندنا ايديها اكبر من كده بكتير. المكان اللي فين؟ ده كده يبقى نزل من النفق. الرجاء من حضرات السادة الركاب سرعة إخلاء المحطة وسرعة التوجه إلى مخارج المحطة وذلك لظروف. أنا عايز خدمة فرقعات عندي في المحطة حالا. أخواتي كانت هتتعب. هو القطر فاضله قد ايه على بال ما يوصل يا عامر؟ 22 ثانية. ابقى سلم لي على عمرو وغني النشيد الوطني على بال ما يجي القطر. بلادي بلادي مروان. ايه؟ تعالى تبوقي دي تخليني انت عارف اغني. البوليس في كل حته. انا مش شايف بوليس. لا، ما هو البوليس عندنا ما بيتشافش، بيتحس. انا اسعد، انت لازم تطلع دلوقتي حالا. الحكومه قلب المكان. بلعت الحكومه داخله علينا من كل حته. نعمل ايه؟ قلت عليها نعمل ايه؟ قلت لك بلاش ضابط. فكوا بعد ما فكوا. هادي هادي. ولا حاجه، افتح بباب العربه دي بس.
عمال متحرك. بسرعة. ينفع نرقى في القطر ده؟ ينفع، بس المسألة محتاجة وقت وتنسيق. فاضلين قد ايه على بال ما نوصل بره؟ تقريبا 10 دقايق. من ناصر لساعة زغلول محطات نفقية، بعد كده كلها محطات صحية. يبقى لازم نوقف القطر في النفق عشان نقدر نحصل. بسرعة حركة قوات اشرف بيه، حط ساعة زغلول. مش من عندي، وصلوا الكهرباء من التحجر. ذنبهم في رقبة الجماعة بتوعك، هم عايزين كده. دلوقتي مضطر نفكرهم كلهم. أربع دقايق كلنا هنموت. وادي المفتاح. الناس دي مالهاش ذنب. خليني أكلمهم وأنا أرجع لك الكهرباء ومشيلك القطر. المهم الناس دي ما تموتش. خليني أكلمهم وأنا هربهم. كيني خليني اشوف. قوم اشوف. يلا قوم. يلا شغل التليفون يا سيسي بي. يا سيسي بي معاك قطر 165. ايوه يا ابراهيم. انا الرائد سيف الضبط. انا سيف صابر. يا صابر في قنبله على القطر هتنفجر بعد اربع دقايق. رجعوا الكهرباء يا صابر. ده كلام فاضي يا صابر، ده ارهابي كده كده هيفجر القطر. يا فندم انا شايف ان احنا لازم نبلغ سياده الوزير. مفيش وقت معاك يا فندم. لو في احتماليه ان احنا ننقذ بني ادم واحد على راي ان نحرك القطر. ارواح الناس اهم يا صابر. اسمع كلامي، رجعوا الكهرباء، مشوا القطر، مشوا القطر. حرك القطر يا ابني، القرار ده انا مسؤوليتي يا فندم. حرك القطر، مشوا القطر. يلا اتحرك بسرعة. حاضر حاضر.